أميرة الصمت التي حازت لقب سيدة الهدوء في الشرق الأوسط. هذه السيدة التي لقبت بسوسنة بغداد الجميلة جعلتها أمريكا هدفا لها ونفذت غارة جوية عليها. فما هو السبب يا ترى؟ إنها ليلى العطار التي عالجت معاناة المرأة بجرأة وجدارة وجسدتها بلوحات فنية غاية في الروعة والجمال. فقد كانت فنانة تشكيلية وكانت مديرة المتحف الوطني للفن الحديث في العراق وعملت مديرا عاما لدائرة الفنون أيضا. ليلى استخدمت سلاحها الملون وريشتها لتواجه بها الصواريخ والقنابل المليئة بالحقد والدم. فقامت برسم لوحة كاريكاتورية لبوش الأب ووضعتها